هلو يا حلوين، صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو. يلا نبتدي اللوك على طول. اول حاجه بنات، ابتديت بالتونر برضو بتاع ايفا. طبعا الوش بيكون مغسول كويس جدا، وبعدين ببدا ان انا اعمل التونر ده. طبعا لو انتي واحده جايه لك في اي شعر في وشها حتى ولو بسيط، بتبداي تعملي شيفنج، لان ده بيأثر بشكل جامد جدا على الفينش بتاع الميك اب. حطيت لها هنا المرطب بتاع سيت ايفز، لان هي بشرتها كانت دهنيه جدا، وحقيقه البشره دي كانت مليانه حبوب تحت الجلد، او مش تحت الجلد، اللي هي الحبوب الصغيره قوي 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 دي. وده لانها دايما بتستخدم شيفنج، ودي حاجه انا مش بحبذها، ودايما بقول لكم عليها. الشيفنج بيبقى في اوقات معينه بس، مش دايما نستخدم شيفنج. بدات ان انا افرد المرطب كويس على بشرتها. على فكره يا بنات، دي يعني مش دي اختي يعني. هنا بدات ان انا حطيت برايمر بتاع شي جلام على البشره عندها، لان هي عندها شويه مسامات بسيطه، وعندها كمان شويه يعني حاجات بسيطه على الخدود، ان احنا عايزين نعمل لها بلورد في الفينش النهائي بتاع الفاونديشن. فردت كويس البرايمر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعدين انا كل شويه عماله اشيل لها حاجه، لان انا اكتشفت ان انا كنت جايبه نوع قطن كده بيسيب رواسب على البشره، فضايقني جدا. بالنسبه يا بنات، ده بتاع اوريفلام، محدش يجيبه. القطن بتاع اوريفلام سيء جدا 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 بجد. بدات هنا اكمل فرد البرايمر على وشها. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك كمان في القناه. وهنا هي كانت بتهبل شويه قصاد الكاميرا. يعني اقول ايه؟ طيب بصوا، هنا خدت الفاونديشن بتاع شوباريل درجة 0.3، وحطيت عليه ميكسر لجل الأصفر. هتلاقوا يا بنات كل حاجة أنا مستخدماها في الفيديو ده مكتوبة تحت في صندوق الوصف، هتلاقوني مكتبة الماتيريال كلها بالدرجات بتاعتها لو حبيتوا تعرفوا أي حاجة. الفاونديشن ده يا بنات مخصص للبشرة الدهنية جدا، وهي بشرة دهنية بس مش قوي بصراحة، هي بشرة دهنية مختلطة. وبدات ان انا افرد الفاونديشن بالطريقه دي بكابوكي برش. وبصراحه حبيت ان انا المره دي ان انا بعمل كفر عالي شويه، يعني انا ما حطيتوش بالراحه زي كل مره. التكنيك اللي انا بقول لكم عليه، بشرتها كانت محتاجه جدا ان انا احط فول كفر، تمام. وخلي بالكم زي ما قلت لكم، الفاونديشن ده بينشف بسرعه جدا، لان هو عايز بشره حرفيا مزيته. بدات ان انا اكمل كده فرد الفاونديشن بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعدين هنبدا نشوف هندمج ازاي. طبعا بما انه بينشف بسرعه زي ما انا قلت لكم، فاحتاجنا ان احنا نرش شويه فيكس عليه من بره. هو ما نشفش، ولكن لازم نسهل عمليه الدمج بالطريقه دي، يا اما نمكسه مع اي فاونديشن تاني سائل شويه عنه، لان هو القوام بتاعه تقيل جدا والبيجمنت بتاعه تقيل جدا جدا. بدات ان انا ادمج شويه بيوتي بلندر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وادمج كتير. هي مش متوجعه والله يا بنات، خلي بالكم، يعني هي بس هي اصلا حساسه جدا جدا، ومحدش يقدر يمد ايده على وشها، فبالنسبه لها اللي بيحصل ده كله كتير. اكتبوا لي تحت يا بنات كومنت برايكم في اللوك. اللوك النهارده حاجه سيمبل قوي، لان هي اول مره في حياتها اصلا تعمل فول ميك اب بالشكل ده. يعني عملت قبل كده بس مش بالستبس دي كلها. هنا حطينا الكونتور بتاع كريولان يا بنات، العجله بتاعت كريولان درجه سي. بدات احط منها بالبرش كده، هي الجبهة عندها كان شوية فيها زي مربع، بدأت ان انا اقلل شوية الجناب واقلل الطول بتاعها على الخد كمان. خلي بالكم ان هي اصلا كانت رغبتها ان هي عايزة حاجة فيها كونتورنج واضح، لان هي بتحب الكونتور قوي. فالكونتور استخدمت طبعا عجلة كريولان، لانها بتبقى اوضح حاجة، وبتبقى كمان تقيلة جدا وواضحة على الوش. بدأت ادمج طبعا بالبيوتي بلندر، مبلولة كويس جدا ومتصفية، وبنبدأ ادمج بيها. ما دمجتش زياده عن اللزوم، لان زي ما قلت لكم كانت حابه ان الكونتور يبقى واضح، بس بدمج في مكانه بحيث ان الكونتور يديني افكت اللي انا عايزاه. هنا الدقن كمان، تحديد الدقن، عملت الكونتور، وبدات ادمج كمان الكونتور بتاع الانف بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا كونتور الانف ما بيوضحش الا في الاخر بقى لما بنعمل الهايلايت وكل ده. هنا بنات، ده البلاشر الكريمي بتاع روز بيري، خدت منه الدرجه اللي انتم شايفينها دي، وبدات ان انا احطها فوق الكونتور. الحركه دي بتدي اللي هو اسمها ايه، يعني الافكت المدرج بتاع البشره. هنا ده الكونسيلر بتاع شي جلام درجته فاز، الدرجه دي مصفر قوي، وهي مناسبه جدا جدا لبشرتها. انا بس الاول هنا بدات ان انا ابلايت كده بايدي الاول على المناطق اللي انا حابه اعمل لها هايلايتنج فيها على الوش. زي ما انتم شايفين الدرجه الصفراء اصلا بتعمل ايه، بتبقى حلوه جدا 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 في تنوير الوش. حطيت لها كمان على الانف في منطقه الهايلايت. وهنا بدات ان انا ادمج بايدي. انتوا عارفين ان الكونسيلر ده اكتر حاجه بحب ادمجها بايدي، لان دايما بيطلع احسن فينش. طبعا انت لو ميك اب ارتست او بتعملي ميك اب لاي حد قبلك، تكوني غسله ايدك كويس جدا ومعقمه ايدك بكحول او اي حاجه معقمه للايد قبل ما تشتغلي على وش حد، ده اساسي.
هنا بدات ان انا ادمج الكونسيلر بالراحه. وخلي بالكم ان الكونسيلر ده يا بنات ميديم كفر، من لايت لميديم كمان، فبالتالي مش عايز اي بيوتي بلندر تمشي عليه الا في مرحله اخيره خالص يكون اتشرب كويس. هنا بدات ادمج البلاشر زي ما انتم شايفين كده على البشره، بيديها افكت رائع رائع رائع. وعايزه اقول لكم يا بنات كلمه كمان دي لاي بنوته هتروح لميك اب ارتست او هتعمل ميك اب في يوم من الايام، لو البيز بتاع بشرتك مش حلو، بمعنى حبوب مش معنى اي حاجه تانية، الحبوب بتاثر بشكل واضح جدا. هنا ده يا بنات اللوس باودر بتاعت ايرسبان، انا خدت منها الدرجه اللي هي الشفافه وبدات ان انا اثبت تحت العين. طبعا قبل ما بثبت الوش او تحت العين مسكت البيوتي بلندر وعدت على الوش كله تاني، لان في ثانيه لثانيه بالذات ان هي بشرتها كمان مختلطه دهنيه بتعرق في ثانيه لثانيه مع الجو اللي احنا فيه كمان. فبالتالي اخدت البيوتي بلندر ومشيتها مشي اخير على الوش كله، وبعدين بدات ان انا اثبت بالاير سبون زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا يا بنات خدت الكونتور بتاع ارت سكن وبدات ان انا اعيد على الكونتور الكريمي اللي انا كنت حطاه. زي ما قلت لكم كانت حابه الكونتور يبقى واضح، انا سحبت شويه وشها على فوق، ما حبيتش ان انا اعمل خدود، وكمان الكونتورنج اللي عجبها والجناب كمان بتاعت الوش، كل ده بيديني افكت حلو قوي وان الوش كله ميته كويسه. هنا بدات ان انا على الدقن كمان بظبط الكونتورنج بتاعها وبعيد عليه. وهنا عند الانف خدت كمان برش صغيره وبدات ان انا امسك الكونتور واعيد على الكونتور الاولاني اللي احنا عاملينه. معلش يا بنات لو الزاويه مش مظبوطه قوي في التصوير او ان هي بتبص لي كتير او بتتحرك كتير، لان هي اول مره تصور فيديو، اول مره تفتح كاميرا وتقعد قصادها يعني، فتلاقيها بتكلمني طول الوقت. هنا بقى ده يا بنات البلاشر برضو اللي هو بتاع سيتي كالر اللي انا قلت لكم عليه بتاع تونتون. البلاشر ده حلو قوي قوي، البيجمنت بتاعه يقارن والله العظيم بتارت من كتر البيجمنتيشن بتاعه والثبات بتاعه وتنوع الالوان كمان بتاعه خطير. حطيت البلاشر في الخدود وعدقنا زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ دلوقتي ان انا اسرح الحواجب بالواكس بتاع نوت. ده واكس حواجب شفاف بيثبت شعر الحاجب واقدر بعدها ارسم شعرة شعرة. بدأت ان ارفع شعر الحواجب على فوق بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بس بالاول بخلي الحواجب كلها توصل لها السوب بتاع الحواجب او الواكس، وبعدين ببدأ اسرح على فوق. عملت الحاجب التاني كمان. هنا بقى هبدا اخد جل الحواجب بتاع بي اتش. الباليت دي انا قلت لكم ان هي حرفيا غنياني عن اي حاجه للحواجب والله يا بنات، من كتر ما هي فيها كل حاجه. برسم شعيرات، خدت طبعا البرش اللي انا ماسكاها دي وبرسم شعيرات رفيعه رفيعه رفيعه. وفي دي نقطه انا كنت كلمتكم عليها قبل كده، هي شعر حواجبها اوريدي اصلا سميك، اوكي يعني اوريدي شعر حواجبها كثيف، فبالتالي مش هنلعب كتير، مش هنغير كتير في شعر الحاجب، احنا دوك بنمشي على رسمته وبنعمل شعرات خفيفه طالما احنا عايزين نرسم الحواجب شعره شعره. اوكي طبعا كل ده بيتظبط في الاخر. برضو دلوقتي هنعمل الحاجب التاني بتاعها، بس بملى الفراغات واظبط الشيب بتاع شعر الحاجب. هنا كمان نفس الموضوع، بس كده يا بنات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك كمان في القناه وكومنت حلو تحت الفيديو، وان شاء الله كل اللوكات اللي انتوا عايزينها انا مجهزها لكم هتنزل الايام الجايه، فعايزه منكم تشجيع جامد بقى لان اليوتيوب زي ما قلت لكم الفتره دي واقع خالص. هنا يا بنات ده كونسيلر بتاع ايجر واين، اخدته بدات احطه كبيز على العين. انا مش عارفه ليه الفتره دي الكونسيلر ده زي ما يكون بدا ينشف او حاجه، بس هو احسن طريقه ان انت تثبتي بيه تحت العين، لان هو البيجمنت بتاعه حلو قوي 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 بالذات لما بيقعد كتير كده عندك. وزي ما قلت لكم دايما نصيحه شيلوا السبونج بتاعت الكونسيلر ده. هنا يا بنات بس عملت بيكنج زياده شويه تحت العين لان انا قلت عشان كنت ناويه احط جليتر. وفوق العين هنا خدت الباليت بتاعت شي جلام وحطيت منها اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، هو مش ذهبي، هو ذهبي بس مدي على بني كده او بني شمر بس فاتح. حطيت اللون ده بايدي وبعدين خدت فرشه دمج وحطيت بيها اللون البني على اطراف العين بس. طبعا انا كنت فاكره ان كل ده يعني هيتصور، بس اتضح ان الكاميرا ما كانتش شغاله وما عرفتش اكمل بقيه اللوك، فقلت انزل لكم بس تاسيس البشره المره دي. ويا رب الفيديو يكون عاجبكم. هنا بتتفرج على شكل الميك اب، هنا خدت اهو اللون البني وبدات ان انا اميكسه مع اللون الاولاني، واللوك ده اسهل لوك تقدري تعمليه في اي وقت. بعد كده خلاص حطيت لها الايلاينر وكل حاجه بره اوف كاميرا، بس هي ما رضتش تركب رموش، وحطيت لها الروج كمان، وده كان الفاينل لوك مع العين وبس كده.